هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة مش بس قال لي انا عايز اكل سمين، خدت ضربنا سمين عند الضهر شوية، وقال لي نفسي في وز بلبن، خدت ضربنا وز بلبن شوية، وقال لي عايز اكل فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على فلوكة واخد بساط وفجأة هوب هوب ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ متوقف في العزب بتاعه. شو ده حيلك؟ هوب ايه؟ شد على الله يا سمين، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سلمان بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كوز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمين، خش يا سمين بقى. اهلا يا ريس، ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل افد نفسي من الشغل. مؤاخذه يا مولانا، سوري معلش، انا اسف انا اسف. يا جماعه المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقه واحده بس، شكه قوي. منى انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منى اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم، بس دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هات شاي يا ولد. يلا موان تعالى. مهلا جميلة. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه. مش هتقدر تغمض عينيك.